بعض الناس يقول هدانا الله إياه. هنا إنسان دبجة رب العالمين مرة جي ورجة هدايته بدأ. ماذا صنع لنا العرب؟ عربة مرة شكرية. ماذا صنع لنا الحكام؟ مرة حاكمة شكرية. قضيتنا؟ حالي ما نسيها كثير من الناس. حالي ما قلم أبرا بير كرية. لا أحد يهتم بنا. تكس قام ناخ بير أخذ. لا أحد يسأل عنا. تكس ما برسناك حالي ما برسناك. ليس لنا دولة. دولة أمتنا. ضاعت أموالنا. مال ملكي ما تشيا. ضاع أولادنا. ظاري ما أسلي خبير كرنا. سبحان الله. لماذا كان هذا الضياع؟ سبحان الله أب بيكارتيو بش كدا شو؟ لأنهم افتقروا لغير الله. سويجي أم قريبا ما برا ربيجن كي قلبي خو رب علمي بقريدن. لماذا نطلب من الحكام؟ لماذا نطلب من العرب؟ لماذا نطلب من الخلق؟ سوا كان با عربا با حكما با باتشا بغازن. لا نطلب إلا من الله. أم هر تشتي خبا رب علمي بغازن. وتوكل يعني لا يمكن أن تفتقر وتعتمد وتفوض جميع الأمور إلا لله. سوا يجي أم قري قلبي خجي هر تشتي خجي رب علمي را قريدن هر تشتي جي إجوابك لمشكل.